السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده معنا مع كتاب من الكتب القويه جدا والحلوه جدا كتاب اسمه 17 كذبه تعوقك عن التقدم والحقيقه التي ستحررك اللي واحد كاتب كبير اسمه ستيف شاندلر في 17 كذبه احنا بنكدبها مع نفسنا بحيث ان احنا ما نلومش نفسنا وبحس ان احنا احنا كويسين وكده و... ف17 كذبه دول لو اتخلصت منهم هتقدر تتقدم وتحمل المسؤوليه طيب الكذبه الاولى ان اه اهم حاجه الواسطه واهم حاجه الاشخاص اللي احنا نعرفهم تمام دي دي من كذبات اللي هتريح نفسنا ان احنا نقول ايه انا مش لاقي شغل عشان ما فيش اه معاش واسطه اللي عنده واسطه هو اللي بيتعين الامام علي النبي طالب بيقول قيمه كل مرين ما يحسن قيمه كل مرين ما يحسن قيمتك هي اللي انت تعرفه مش انت تعرف مين فلان وفلان لا قيمتك ان انت بتعرفه تقدر تضيفه للشركه في عالم النجاح ما فيش مجال للواسطه المجال كله انا عايز حد ادي مرتب جنيه ويكسبنا عشرة هي دي الفكره ببساطه تمام فاهم حاجه بالنسبه لك ان انت تبقى قوي في شغلانتك تعرف في الاداره تعرف في الانجليزي تعرف كل ما تضيف لنفسك حاجه كل ما تكون افضل من ضمن الكذبات الاخرى انصح الناس ان تقرا الكتاب ما تعتمدش على الملخص دوت انا بس بقول حاجات سريعه ان انا عندي ان انا فاشل انا عندي عيب في نفسي <applause> لا ممكن يكون انا غلطت عندي اخطاء بس انا مش فاشل انا ناجح انا لازم احقق نجاحي انا في اسطوره خاصه بيا لازم اعملها اكون صادق مع نفسي وابدا من اول ومن تاني واعترف بالاخطاء بتاعتي والاخطاء دي انا مش الخطا ده مش معنى ان انا اخطات ان انا ابقى كده فاشل لا ده خطا ومش هيتكرر تاني واحاول ان انا اعملها طيب انا انا خلاص كبرت في السن بعد انا عندي يا 25 سنه خلاص بقى لا ده في ناس ما شاء الله يعني في ناس نجحوا بعد ما عدوا ال سنه وال سنه يعني بتاع كنتاكي دوت بدا بعد ما طلع على المعاش يوسف تشفين كان قائد للمعركة تتلقى عنده 79 سنه في ناس كتيره ما بداش طلب علم في علماء كتيره ما بداوش طلب علم غير بعد ما عدوا ال وستين وبداوا بداوا يطلبوا علم يعني في واحد اسمه يحيى النحوي كان شغال ملاح كان بيركب الناس السفينه عدوا الناحيه الثانيه ولقاهم مع مين يتكلموا فقال لك انا عايز اطلب علم كان عنده قرب من خمسين سنه بدا يطلب علم وهو ما شاء الله بقى من اكبر العلماء وحاجات كتير جدا تنسب ليه يعني فكر كده انا دلوقتي عندي كام سنه طب بعد خمس سنين لو انا ما اتحركتش ناحيه الحلم بتاعي ايه اللي هيحصل وبعد خمس سنين لو انا اتحركت ناحيه الحلم بتاعي ايه اللي هيحصل يعني واحد مثلا عايز يحضر الدكتوراه لا الدكتوراه تاخد ثلاث اربع سنين طب ما كده كده ثلاث اربع سنين دول هيعدوا عليك تعديهم وتاخد دكتوراه ولا تعديهم وانت عمال تفكر لسه طيب من الكذبات الاخرى برضو انا مش قادر عشان خايف تمام بص اكتر حاجه تقدر تتعلم منها ان انت تبتعد عن الخوف الطفل الصغير بي ما بيخافش من الخجل ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع, ويقوم ويقع. لحد ما تزهق انما الكبير بيخاف يقول لا الناس هتقول عليا ومش عليا لا خليك زي الطفل كده وبراء اعمل اللي انت عايزه ومن الكذبات الاخرى برضو انا ما عنديش وقت انت تخيل ان انت مثلا اتفرجت على مسلسل من المسلسلات التركي مثلا قعدت 200 ساعة تتفرج على مسلسلات تركي ال 200 ساعة دول تقدر تعمل بيهم تتعلم لغة تعمل مصد يعني تغير حياتك تقرا كام كتاب في ال 200 ساعة دول احنا نوع عندنا وقت كتير بنضيف في القهوة وعلى ماتشات الكورة لو جبت ورقة وقلم وقعدت تكتب كل يوم ايه الوقت بيضيع في ايه هتفاجأ بان وقت كتير بيضيع في حاجات ملوش لازمة آه في برضو من الحاجات اللي احنا على نفسنا انا هعمل ايه ده المجتمع كله كده وانا انا انا لوحدي هعمل ايه في في شاعر بيقول هو شاعر هندي آه اسمه محمد اقبال وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر دواء دوائك منك وما تبصره دوائك فيك وما تشعره تحسب انك جرم صغير وفيك ان العالم الاكبر في ناس برضه من ضمن الحاجات انا قلق الان وعشان انا مهتم بالحاجه لا في فرق بين الاهتمام والاغتمام يعني حاول ان انت تكون بتتابع اللي بيحصل حوالينا بس ما تشغلش نفسك بيه ويعني كلنا صبرنا لما كتب الله لنا وتوكل وخلي نفسك تجرب كذا مره ولازم تؤمن بالقدر خيره وشره و... ويعني توكل على الله وربنا هيصلك حاجات كتير في في كذبات كتير احنا بنكذبها على نفسنا اه... لو انت بطلتها هتقدر تحقق النجاح بتاعك تمام يعني ضمن الكذب مثلا يقول لك ايه انا هتضرب معايا واكسب اليانصيب اليونص... او الكذب دوت لا انت اعتمد على مجهودك ما تعتمدش على الحظ ما تعتمدش على الحاجات ديت وافتكر دايما انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر يعني ممكن يكون ما عندكش الخاصيه دي بس لما انت بتبدا ت... تحاول تكتسبها عجبتك مثلا خاصيه عند حد ان هو حليم مثلا وتبدا تحاول تقلده توصل للحاجه ديت تمام فمن الكتب الكويسه جدا اللي هتخليك تبقى صادق مع نفسك تخليك ان انت تبطل الكذبات اللي احنا بنكذبها فتوكل على الله و... وابدا مع نفسك لو قدرت تقرا كتاب اقراه لو ما قدرتش واجه نفسك كل حقيقتك حاول تشوف هدف ليك تسعى تسعى ان انت تحققه وربنا ييسرك خير ان شاء الله